السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معلمة الصف الثالث حليمة عورتاني من مدرسة زهرة الأشرفية. حصتنا لليوم رح تكون حصة علوم. خلينا نفتح مع بعض طلاب الحلوين كتاب العلوم صفحة 38 الدرس الخامس. وصلنا إلى أثر الكائنات الحية في تشكيل سطح الأرض. قبل ما نبدأ بدرسنا اليوم لازم نعمل مراجعة للدروس السابقة، واللي هي كانت عن العوامل التي تؤثر في تشكيل سطح الأرض. خلينا نحكي عن نستذكرهم هيك سريعاً. أول عامل كان هو العوامل التي تؤثر في تشكيل سطح الأرض. أول عامل كان هو الزلزال. آثاره هي إنه الزلزال يعمل على تشكيل حفر، تشققات، وتكون ينابيع، وتكون بحيرات. العامل الثاني هو كان البركان. البركان آثاره هي حدوث الحرائق وتكون الجبال وتكون الجزر. العامل الثالث كان المياه الجارية. العامل الأول اللي الأثر الأول المياه الجارية هو النقل. العامل الثاني الحد. الثالث التعرية. والعامل الرابع اللي هو الترسيب. العامل الرابع هو الرياح. آثار الرياح هي عملية حد الصخور، وال أثر الثاني اللي هو تكون الكثيب الرملي. اليوم وصلنا إلى العامل الخامس واللي هو الكائنات الحية. طبعا الكائنات الحية بتنقسم إلى ثلاث أقسام، لأنه الكائنات الحية هم ثلاثة: الإنسان والحيوان والنبات. من نعرف كيف يؤثر كل كائن حي في تشكيل سطح الأرض. خلينا نبدأ بالإنسان. طبعا هلأ رح نسأل حالنا، نحكي كيف الإنسان ممكن يؤثر في تشكيل سطح الأرض.